نعم. نعم نعم هذا متزوج، رأى في المنام كأنه إمام الناس ويقرأ آيتين من سورة الطارق. إمامة الناس إن كنت أهلا للإمامة فابشر بالخير، في باب الإمامة كما قال سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقراءة آيتين من سورة الطارق يدل على التوفيق، وقد تسمع بأخبار يعني في الليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأخبار سعيدة ومباركة، والعلم عند الله. نعم.